سأبتدئ من حيث انتهيت. أعتقد سي الحاج لم يقتصر مجهودات ديال المستشارين وحدة الملف، لأنه دوى على الملف ديال الزيتون، الناس اللي كانت كتعتصم في البشوية ودخلوا الإخوان وخاضوا دي كريتير علاش غتعتمد بالناس وكذا. الأحداث ديال البيوت حيت ربما هي كانت هي الحدث ديال الولاية اللي انتخب فيها. أولا المشاريع اللي كندويو على أشنو درنا ولا أشنو، هذا رئيس المجلس البلدي هو اللي مطالب بإعطاء الحصيلة، والناخبين غيجيو في الوقت اللي غيتحاسبوا مع المستشار. اللي دار شي حاجة مزيانة صناديق الاقتراع غتبين ليه، اللي دار شي حاجة خايبة صناديق الاقتراع، اللي أخل بالالتزامات ديال التعاقدية اللي كانت في الحملة الانتخابية الناس راه غتحاسب معاه. إذن هذا أعتقد صفحة طويلة. بالنسبة لحبل الود، حنا في اعتقادنا الشخصي كاملين، هذا السادة المجلس دائما وهذا إيمانا منا وكنآمنوا به إلى حدود اليوم، حنا في المعتصم نؤمن بأن مؤسسة العامل ومؤسسة المجلس البلدي كمؤسستين لابد أنهم يكونوا متناغمين، لابد أنهم يكونوا متكاملين، لابد أنهم يكونوا متفاهمين من أجمال أجل مصلحة المدينة، لأن في تنافر هذه المؤسستين ضياع مصالح ديال السكان، لأن كنعرفوا الميثاق، كنعرفوا القوانين، المنظمة العمل الجماعي، سلطة الوصاية، كنعرفوا اختصاصات المجلس، اختصاصات العمل. الإشكال اللي واقع، وهذا الشيء راه ماشي وليد ديالنا، راه هاد الأشخاص داروا وقفة احتجاجية جوج المرات العامل الإقليم السابق، داروا وقفة احتجاجية لهذا العامل في اجتماع أمام باب ديال العمل، درنا وقفة احتجاجية من اللي غيجي ملك البلاد حدا فاش غيدي الشم حدا الروضة، لأن تعمد ديال صبري هو أن الاستقبال جميع المنتخبين ديال العهد وكيعيط على ناس ما عندهمش مسؤوليات. حنا دقينا ناقوس الخطر منذ مدة، المحاضر موجودة إخوان، محاضر الدورات موجودة، جميع نقاط النظام اللي خارج عن جدول الأعمال نناقش علاقة المجلس بالسلطة، لأنها خصها تكون علاقة تكاملية. ما يمكنش تحكم فينا وما يمكنش نتحكم فيك، كاينة مقاربة تشاركية لإنجاز مشاريع معينة. متى وصلت سير الزور؟ احنا ديما كنقولوا المشاريع اتفاقية الشراكة دارت على المدخل ديال المدينة من فترة الفقيد الصالح، والقاعة المغطاة ديال الأمان والمساهمة المكتب الشرف الوصيفي ديال الممرات، هادشي دار في 2010. الإخوان خرجوا لنا هادشي الحيز الوجود، خرجوا لنا اتفاقية الشراكة، هي أنا جبتها متعمد، آخر اتفاقية الشراكة ديال التأهيل الحضاري، جميع المشاريع الكبرى، ولا سمحوا لي الإخوان ما طولتش عليهم ولا نطيبهم. أنصر فيها كل شيء، الأموال تدخ في ميزانية المجلس الإقليمي للأمر بالصرف هو العامل، الأمر بالصرف هو العامل، المتر دوفراج في لابيل دوفر في الصفقات هو العامل. إذن ملي كيعود عندي أنا مشاريع تهيئة مدخل المدينة من جهة الدار البيضاء، تهيئة مدخل المدينة من جهة فقيه الصالح، دراسة تهيئة محمد السادس، شارع محمد السادس، شارع جوج مارس، ماء العينين، عبد الرحيم بوعبي، ممرات سكة الحديدية، إنجاز محطة طرقية، السوق الأسبوعي، المقبرة، تهيئة فضاء لتثبيت العيال المجاهلين، تهيئة حديقة الفردوس، تهيئة بن عمير، إنجاز دعم الطات، هي المسبح. هادو الشركاء هما وزارة الداخلية ومجموعة مكتب الشرف في صفات، سكة الحديدية والجهة والمجلس الإقليمي والجامع الحضاري، كذلك النقل الحضاري. هادو كل شيء كاين التزامات الجامعة غادي تصاوب شي حاجة الراس بحال السوق والروضة، كاين بحال التهيئة ديال المسبح، كاين الأموال ديال الوصيفي كاملة تضخ في ميزانية المجلس الإقليمي لأن بالصرف والعمل. إذا فين شكون اللي معطل المصاريع؟ شكون اللي معطل المشاريع؟ هو الآمر بالصرف، هو المتر دوفراج، لأن قانون الصفقات واضح. أنا ما يمكنش نحضر في الشريان ديال الطوبيسات باعتباري ماشي المتر دوفراج،
يقدر يستدعي العمل كهيئة استشارية للاستئناس فقط. إذا هو إلى جانب أعضاء اللجنة اللي من حقه يرفض الصفقة ولا يعطيها ولا. إذا هذا إشكال كبير، لأن